أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس 21 بعد 103 من سيرة سيد المرسلين، وهذه آخر حلقة إن شاء الله تبارك وتعالى من حلقات الفتح العظيم، والتي تتعلق ببعض الدروس المستقاة من هذا الفتح العظيم. إذن تحدثنا في اللقاء الماضي حول الكعبة وحول بيت الله الحرام وحول بعض الأحكام المتعلقة بها، حتى يكون المسلم على بينة من الأمور المتعلقة بهذا المكان الخاص الذي عظمه الله سبحانه عز وجل. كانت بقت لي واحد القضية في بيت الله الحرام، واحد المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى، هي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سرقت في الفتح إحدى النساء الشريفات وهي فاطمة المخزومية، أنتم تعرفون أنهم قد أسقط في أيديهم، وظنوا أن هذا الأمر إذا شاع بين الناس يمكن عياذا بالله أن يؤدي إلى أن سمعة الأشراف وقد تمسوا وقد تصابوا، فقالوا هيا بنا إن شاء الله نبحث عن من يحبه النبي لكي يشفع لها عنده. وأنتم تعرفون أنه تم اختيار سيدنا أسامة بن زيد الحب بن الحب لهذه المهمة العظيمة، وراح رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح، ثم قال له يا رسول الله إن فلانة قد سرقت وإن قومها قد جزعوا جزعا كبيرا ويخشون لو أنه تم تنفيذ الحد عليها أن تسقط هيبة هذه القبيلة بين قبائل العرب، خاصة أن قبيلة قريش راك تشوف شي حاجة كبيرة زعما. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وكان لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لا يمكن للإنسان أن يتدخل في أمر الله كائنا من كان. نحن الآن يعني في الحقيقة مع هذا الفتح ستدخل مكة إلى بلاد المسلمين، وستكون العاصمة الدينية بعد العاصمة السياسية. العاصمة السياسية هي المدينة، والآن انضمت مكة كعاصمة دينية، بل هي العاصمة الاقتصادية لأنها هي قطب الرحى في العلاقات الاقتصادية مع اليمن في رحلة اليمن، والشام في رحلة الشام، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فهي إذا قطب الراحة والمركز والسوق العالمي، سوق عكاظ وبعض الأسواق. إذا فكيف يمكن بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقام الحد عليها فيخرج هذا الخبر إلى الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتشفع في حد من حدود الله؟ إنه كان من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم. ها سبب الهلاك. نحن الآن يلا عاد فتحنا البلاد وتدخل إلى حاضرة دولة الإسلام ونبديو بهذا الشيء، ماذا يقول الناس؟ يعني كأننا لم نأتي بشيء جديد. هذه الأعراف نتاع الجاهلية ستبقى مع دخول مكة إلى دولة الإسلام؟ هذا لا يمكن أبدا. هذا مش أصحاب دنيا، هذا أصحاب دين وأصحاب مبادئ. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم، وأشار إلى أن سبب الهلاك احنا مازال يرى عاد نبنيو، احنا رانا عاد غادي نبنيو وغادي بعد نقدمو وغادي احنا النهار الاول نديرو السبب ديال الفناء نتاعنا في النهار الاول، يعني اليوم الاول لدخول مكه الى دوله الاسلام في النهار الاول نقوم باجراء وعمل يؤدي الى هدم هذه الدوله الى الابد، الى الهلاك. انما اهلك الذين من قبلكم انه كان اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا هو خراب البنيان وخراب العمران، هذا الظلم الذي يميز بين الناس. شرع الله الخلق كلهم بين يديه سواء، هذا أمر لا ينبغي أن يشيع، وإنما تسقط الحضارات بهذا النوع من الظلم، وإنما تستمر وتعمر الديار وتنتشر أخبار هذه الأمصار كلما اتقت الله الواحد القهار، وخاصة في إشاعة العدل بين المخلوقات أجمعين أبرارا وفجار، أبرارا وفجار، حكم الله على الجميع.
من كشسي. فجاءت في الفتح بالضبط، مسألة في الفتح بالضبط. إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. دائما شكون هو؟ إن شاء الله تبارك وتعالى كمش الفداء نتاع كل فضيحة وسرقة كبيرة، شكون هو؟ هو واحد وزوج وغلق الملف. السرقات الكبيرة، النهب العظيم، هذا الخطر، هذا الشر خطر. إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الشريف تركوه. بهذا يمكن الله للإسلام، واللي هو في القرآن كيقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى ولو كان بينك وبين أحد أو مؤسسة شنآن وبغض وعدم تفاهم، إذا كان الأمر يتعلق بإحقاق الحق فلا بد من إحقاق الحق ولو على نفسك، ولو على نفسك. ولذلك الله يرحمك يا عبد الله بن رواحة الشهيد، حينما جعله النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن قضية التخريص في نخل خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يبقوا يرعون هذا النخل على أساس أن يعطوا النصف مقابل الخدمة، لأن عندهم إن شاء الله تعالى اختصاص ويعرفوا هذاك النخل. خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس باش الإنتاج يكون مزيان ويعطوا النص، ولكن ماشي حتى يجنيو التمر عاد يعطيوك النص. كي صفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم خبير من الخبراء، هو عبد الله بن رواحه، ويخرص. ما معنى يخرص؟ كيقول لهم مثلا هاد الجنانات نتاع النخل هنا كتجيب قدام القنطار، وكيتفاهموا ويعطوه النص. فلما حان موعد تنفيذ المهمه من قبل عبد الله بن رواحه خرج الى حيطان خيبر، فلما دخل استقبله اليهود بالرشوه، يعطيه الرشوة باش يتخرص، باش مثلا تجي مثلا 600 قنطار يقول له جيب 300 قنطار، عطوه ليه الرشوة زعما كيما احنا يعني، هذا المفتش اعطي له روح هذا. فلما فهمهم قال يا ابناء القردة والخنازير، لقد جئتكم من احب الخلق الي رسول الله، وانتم ابغض الخلق الي، ولكن لا يمنعني أبدا حبي للنبي وبغضي لكم أن أحيد على الحق، لأن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل أساس الملك، أساس التمكين. لن يقدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع. لا يقدس، لا يمكن الله لأمة الضعيف يسحق تحت أقدام الجبابرة، تحت أقدام الكبار. هذا شو يبقى الكلام تاع الدين ديالنا؟ هو شعارات، والله ما جسدوا العدل. العدل حتى ننصف الناس من أنفسنا قبل أن نطلب العدل في الناس، والله لن يكتب الله لهذه الأمة التمكين. عمرو هذا ضروري شرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويم الله، يقطع ألسنة كل مخرص، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها. صافي، ما بقى ذلك لا شفاعة ولا يدك لأرضك. وعرفوا بالله ذا دين جديد جاء يسود مكة، إنه يقلب صفحة الحياة السابقة التي صبغت بصبغة الجاهلية، وفتح الآن صفحة بيضاء هي صفحة العدالة الربانية لتجسد على أرض الإسلام. أرض الإسلام ما يميزها العدل. ولما ظلم الصحابة في زمن الاستضعاف قال لهم خرجوا إلى أرض فيها ملك لا يظلم فيه عنده أحد، خرجوا هذه القرية الظالم أهلها، واذهبوا إلى دولة يحكمها النصارى ولكن تجذب الناس بعدلها، بعدلها، بعدلها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الحد في مكة. إذن الحرم المكي كما تقتل الفويسقات فكذلك يقام فيها الحد. إذن من جملة ما يميز بلد الله الحرام، ماشي حرام باش تقيم الحد على الظالمين، ماشي حرام. نبلع هذا الملف ان شاء الله نتاع الحرم المكي وما يجوز فيه وما لا يجوز. يجوز فيه اذن
إقامة الحدود، وخوة حرم الله، الحدود يجوز أن تقام فيه. نمشيو لموضوع آخر إن شاء الله بسرعة، وغادي نفوت فيه في 6 ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. تأملات إذن فيما قام به حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مش يدخل مكة، عندما دخل إلى الكعبة. الآن الأمور التي قام بها حينما دخل إلى الكعبة. أول ما دخل إلى الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسمه دره؟ أيوة أيوة أيوة. إذا اشترط قبل أن يدخل إلى جوف الكعبة زيد أن تخرج الصور وأن تطهر من الأصنام، وكان بيده كما تعرفون وكما سبق أن أشرت إلى ذلك قضيب، كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على 360 صنم. يستغرب الإنسان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وفيما 360 صنم، ويقرأ القرآن وفيما 360 صنم، ولم يشر إلى الأصنام بسوء أبدا، ولم يقم بإسقاطها أبدا، حتى أسقط الأصنام من قلوبهم فكان هم الذين يهدمون الأصنام. شوفوا هذه واحد الحاجة التربوية مهمة الوقت. سمعوا سمعوا، انت كتمشي مثلا لسيدي فلان كيزوروا تما ويديو التربة ويذبحوا الدجاج وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، كون غادي يجي واحد المجموعة نتاع الشباب متحمسين وكيقولوا هذا نوع من الشرك الذي يخرج من الملة كما هو مشاع في كتب الكثيرة بين الشباب وخاصة التي تأتي من المشرق، هما ما يراعيوش كاع الحالة نتاع حد الناس أنهم أميين وأنهم ما كاش اللي يعلمهم، يمشي مباشرة تغلب عليه حماسته فيهدم هذا واسمه غادي يوقع من بعد، واسمه يوقع غادي كل شيء ينقلبوا عليك وتولي أنت مجرم وتحاكم وتحاكم. أنتم ضد أولياء الله، واللي نظرك شكون؟ واش مولد؟ ولد واسمه ولد ضد أولياء الله، وما تبغيش أولياء الله. شوف فين مشات المصيبة، شوف أولياء الله راهم ماتوا، وأولياء الله إلا ماتوا انقطع عملهم، وسيد أولياء الله رسول الله، ورسول الله بذاته كيمشيو فما الناس ويدعيوه، يمشيو تما الناس ويذبحوا، يمشيو لا وقعت مشي عند قبر خيرة أولياء الله خير من مشاعر الأرض. هل رأيتم الناس يدعون النبي أو يقولون جئناك يا رسول الله احنا ندعوك وانت ادعينا؟ نوليو المشركين إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ لا، السنة قال لك تمشي عند خير الخلق توقف قدام القبر نتاعو وتقول السلام عليك زيد يا رسول الله، السلام عليك زيد يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا خير من مشاعر الأرض. قول اللي بغيت راك قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا رسول الله، بلغت الرسالة، أديت الأمانة، كشفت الظلمة، بددت الظلمة، جاهدت في الله حق حتى أتاك اليقين، جزاك الله خير، وتصلي عليه وتفوت عند أبو بكر تدعي. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا رسول الله، يموت يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل الناس يأتون في كل عام يتخذون قبري موسما يحجون إلي في العام حتى يغلو الناس فيا ويرفعوني عن قدري، فإنما أنا عبد الله، عبد الله لا أملك لكم ولا لنفسي نفعا ولا ضرا أبدا. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إلا مشى هو مازال ما تعلموش ذوك الناس وما قرهمش العقيدة وما ويجي هكذا ويمشي يهدم هذاك اللي كيسميهم الأضرحة، واسمه غادي يوقع؟ غادي تكون اللي أنت واسمه أكبر المجرمين وضد الدين وضد الأولياء، ويوليو هما هذوك الناس هما يتبرؤون منك ويلعنونك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، الأصنام تعبد أمامه ويسجد لها، وهو بقى من اللي تبعث 13 عام و8 سنين في المدينة حتى تفتحت وهي قائمة. مشى دار حتى العمرة، العمرة عمرة القضاء اللي من قبلها عمرة القضاء دارها فاش، و360 صنم يتوزعون على أركان الكعبة ولم يشر إلى أحد من الأصنام، خلاهم
شوفوا لهذه المساله يا عباد الله، اسمو هو الدرس اللي تفهموا له؟ واش اسمو الدرس؟ اسمو الدرس اننا ينبغي ان ندعو الناس الى الله ونربيهم ونعلمهم قبل ان نقدم على عمل لا يفهمون مغزاه، فيكون العمل زين افساد للدعوه وتنفير. الناس ينفروا الناس على الاسلام، هما راهم يديروا واش التصرف صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح صحيح، ولكن الكيفيه والتوقيت صحيح ولا ماشي صحيح؟ ماشي صحيح. ولذلك واسمه وقع، واسمه وقع انهم يستعجلون ويحرقون المراحل ولا يتبعون سنه التدرج في القيام ببعض الاعمال الهامه كتغيير المنكر. وتغيير المنكر قبل تغييره يحتاج الى ان يقتنع من تغير المنكر فيهم ان يعرفوا ان هذا منكر. اما الى هو مازال ما عارفش، عارفين بالله هذه مساله عظيمه عند الله وانها تقرب الى الله، غير انت بوحدك اللي عندك منكر، هما راه عندهم ذاك الشيء يقرب الله. فاذا رحت عياذا بالله الى تلك الاحجار ثم هدمتها بتولي واسمه عدو للجميع، لان مازال ما فاهميش. فهذا درس عظيم للدعاة. لم يكسر النبي الاصنام في 21 عام وهو يطوف بالبيت كلما سنحت الفرصه، و360 صنم كاين، وكان عليه الصلاه والسلام يصلي تما و360 صنم، وكان يقرا القران تما و360 صنم، ولم يمس اي صنم بسوء. حتى دخل الناس في دين الله افواجا، فاذا باولئك الذين كانوا يقتلون ويتقاتلون دون اصنامهم لا يسمح من احدهم ان يسيء ولو ببنت شفا ان يذكر الهه بسوء، ما كانش يبغي. فاذا به الان هو من يكسره. كان المهمه ديالو شنو هو؟ قبل ان تكسر الصنم المجسم في الارض فكسره في قلبه، فالعقيده في القلوب. اما هذه الاحجار هي فسم تجسيد لعقائد الناس في القلوب. تجسيد العقائد في القلوب تتخذ اشكالا مختلفه، حجره شجره بقره كذا ماشي هم واد، ولكن واسمه واسمه والعقيده فين؟ هنا. فلما عظم الناس الله وعلموا ان هذه لا تنفع ولا تضر احجار، ألهم ايدي يبطشون بها ام لهم ارجل يمشون بها؟ كما قال سيدنا ابراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، حتى قال أف لكم ولم تعبدون من دون الله؟ تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. إذا هكذا حتى يقتنع الإنسان عادوا غادي يديرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن هما يحيطون به وخايفين، اللي سلم سلم، والمشرك اللي باقي عاد في قلبهم واسمه الخوف من الاصنام كان منين يشوف سيد النبي رافد القضيب ويدير له جاء الحق وزهق الباطل، ويجي ويجبد هذاك القضيب ويجي طايح على فمه راط، روح يا نائلة روح لات، جاء الحق راط يا خويا اللي كنا نعبدوهم، اللي كان باقي فيه شي شك وكان يعظم الاحجار من دون الله لما رأى هذه الصورة فعلا سقطت الأصنام من قلوبهم مع سقوطها على الأرض، لأنها ما استطاعت أن تدافع عن نفسها. آه. ها؟ آه لو كان ربا لكان يمنع نفسه، الله يرحمه لي. لو كان ربا لو كان يمنع نفسه، هذا ورا هذا الرب هذا. آه إذن في الوسقتهم، ثم أمر بإخراج هذه الصور من الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ووجد صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان الأزلام، فقال أعوذ بالله، قاتلهم الله، متى كان إبراهيم وإسماعيل يقتسمان الأزلام؟ أسيدنا إبراهيم راه ملي جا هو هدم الأصنام وبنى بيت الله هو وإسماعيل، وتعرفوا الحاجة الأولى اللي قالها واسمه قال واسمه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أو هو هرس الأصنام، وأول دعاء قالوا من هرس الأصنام وبنى البيت الذي يوحد فيه الواحد العلام، أول دعاء واسمه قال واجنبني وبني أن نعبد الإصنام.
وانت تدعي سيدي ربي يجنبك تعبد الاصنام، وانت من اسقطت الاصنام زين، وقد خالفت قومك كله وخاطرت بحياتك ورموك من اجل ذلك في نار مكثت فيها 40 يوما. وسيدي ربي يقول كوني بردا وسلاما، وراء حكمة الله وقدرته. حتى سئل إبراهيم عن أحسن أيامك التي عشتها في الدنيا، قال 40 يوما في النار كانت بالنسبة لي أفضل أيام التي اجتزتها في الدنيا. لأن يستشعر شكون؟ رحمة الله، توفيق الله تعالى. ويقول ربي، يقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الإسلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وانت يدير له يستقسمه الأزلام، الذي بنى البيت هو اللي يعبد الأصنام، هو اللي يدير يستقسم بالأزلام. المهم هذا فعله النبي حينما دخل إلى مكة، ثم دخل إلى جوفها بعد أن طهر الجوف من هذه الصور. وتحدثت لكم إن شاء الله عن حكم الشرعي في الصور إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، صلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، جوف الكعبة، لأن بكري بيت الله الحرام واسمه كان هو حينما نزل آدم إلى الأرض، واسمه هو بيت الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، واسمه هو البيت اللي كان تما، واسمه المسجد اللي كان تما، هو الكعبة فقط. وكان يدخل الناس إلى جوفها ويصلون كما الجمع ديالنا أنا. ومن بعد بقى ذاك الكعبة واش بقى؟ رمز. كل ما كثر المسلمون بقى ذيك الكعبة هي رمز وهي قبلة. ما حد يتوسعت وما بقاوش يصلوا فيها الآن، ولاو يغلقوها ويفتحوها إن شاء الله في بعض أيام السنة لتطهيرها وتصيبها. ولاو اليوم واش ما يديروها؟ يلبسوها. وكان اللباس نتاعها كيجي من مصر، لكن بعد ذلك إن شاء الله اكتفت دولة الحجاز بصناعة هذه الستائر وتبدلها من العام للعام، وكتكلفها مجيد 5 ملايين دولار في كل عام تقريبا كي يديروها. اذا هذاك الكعبة هي اللي كانوا يدخلوا في وسطها ويصليوا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى هنالك صلى الله عليه وسلم. وحنا نقدروا ندخلوا نصليوا لها ولا ما نقدروا ندخلوا نصليوا لها؟ لان كتدخل تصلي لها، من ما صليت الصلاة مقبولة، صليت من هنا راك تشوفها الحيط، صليت من راك تشوف الحيط، صليت من راك الداخل، راك داخل القبله، لما تصلي راك يعني تقدر واحد يصلي هاك يشوف فيك، وانت تصلي هاك تشوف فيه، وهذا يصلي منا يشوف فيه، وهذا يصلي منا، كل شيء راك تصليو ماشي للقبله، في جوف القبله. يعني حتى تخرج تبقى تتوجه للقبله. كي تخرج على القبله على 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 المسجد توجه للمسجد. كي تخرج على مكه توجه لمكه. كي تخرج على الحجاز توجه للحجاز. فما بين المشرقي والمغربي قبله، علاش كتقاتلوا لنا انتم؟ انا على القبله. كيجي السيد يقول لك الجبابة اللي القبله. هذو الناس تاع حل المشاكل انا ما فهمتهمش. يجي هكذا ويدير لي انت الجمع نتاعكم يجيب ذيك ذوك البوصله ذاك الاسترلاب يجيبوها هكذا ويبقى يدير يجي هو درك غادي مهندس جديد غادي يعلق كاع العباد الله راه صلاتكم مشات في شكوره مقطعه على شابه. قال لك شوف قصه شويه وتعرفوا كاين شي وحدين يصليو والله ما يصليناش انا معصف لانه يقول لك مثلا الصف درك كاع راه غادي مور الامام، الامام واخا راه الامام يكفي راه ان شاء الله راه مقبل والصفو جايين هاك يا الناس راه تصلي الصفوف نيشان هو اسمو يدير يتقبلها ولي هاك لا يوردوا ترص روح يا سووا صفوفكم راس مره يقول له راسه انت اللي راك على الصح انت اللي راك على الصح والناس الاخرين كل شيء رم يا ودي ما بين القبل زين المشرقي والمغربي قبله منين تشرق الشمس على الوقت منين تشرق الشمس بسم الله ها الشمس منين تشرق ها منا ومنين تغرب الشمس يا الله ها منا ما بين المشرق والمغرب قير. ها 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 حنايا القبله نتاعنا زين تحريها اجتهادا تحريها اجتهادا اللي راه في المسجد وما توجهش للقبله دار هاك هذاك صلاته باطله لان تما ما يتحرى اجتهادا راه يشوفها اللي خارج المسجد
الى ما توجهش للمسجد توجه هاك، راه باطله. ولكن المسجد راه نعرفها هو هنا، وانا من هنايا واش نصلي هاك؟ جيت لي مال؟ لا، انت عندك المسجد راك عارفه في مكه فين راه. انت كي تكون في المسفاله ولا تكون في الحي ديال الاخر، جيت مينن راك عارف منين يجي للجماعه، واش تم مينن وتمشي تشوف ليه؟ لا، تولي تشوف الاخر باين وهكذا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من تخرج من المسجد، وانه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد، قال لك هذا اللي خرج على الجامع كاع راه في مكه. وحيث ما كنتم فولي وجهك، هذول للناس اللي خارجين الحجاز. فتحدث الله في آيتين عن استقبال القبلة بالنسبة للذين في المسجد، فوجب على من يتوجه إلى بيت الله الذي يرونه بأعينهم. ثم تحدث في الآية الثانية للذين هم خارج المسجد، فوجب على من يتوجه إلى المسجد، إلى ناحية المسجد. هذو اللي من يدوروا منا، هذو اللي من يصلوا هاك المسجد، هذو اللي جايين مكة منا يصلوا هاك، هذو اللي جايين في مكة في الجهة يصلوا هاك، هذو خصهم إن شاء الله يتوجهوا. والآية الأخرى اللي هي دائما المسألة الثالثة في الآية الثانية كيقول ومن حيث كنتم، وحيث ما كنتم، أي لجميع الأمة في أصقاع الدنيا كلها، في إشارة وبشارة أن هذا الإسلام، الإسلام يصل إلى ما كنتم، ما يبلغ ما بلغ الليل والنهار، أي أن هذه الأرض اللي الآن ثم فتحتها سيتوجه إليها الناس في صلاتهم في العالم كله. وفي هذا إشارة إلى انسياح الإسلام وإشاعته وظهوره والتمكين له. تمكين له قد اللي انتهى، قضيتها، قضيت هذا هو على مركز قتل الناس. مسكين هذا المسجد، هذا انتهى. هذا المسجد تاع كولوش كي يسميه المنصور الذهبي، قتلوني شي وحدين. المنصور الذهبي راه داير هاك، راه ضيعت له هاك. واش دار لك انت؟ صلي وما بغيتش تصلي، روح خلي الناس تصلي الله يرحمها لي. لا كل شيء صلاه امراه. واحد قال لي انا ما نمشيش نصلي في الجمعه واخا بخطبه كاينه ومزيانه. قلت له علاش؟ قال لي عنده القبله محرر. يا التقوى فين وصلي؟ يا الدين البارد يا ولدي، يا فين وصل السيد في التقوى؟ وصل الى درجه انه يخاف، طبت له الصلاه الى صلى تما وضيعت الخطبه. واخا قال لك الخطيب فما مخير، قال لك فما انا مشيت انا غادي نضيع انا. وشكون قال هذا؟ الناس اللي ولا بد شي حاجه، قالهاش عامي. اذا فهذا العمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم داخل. احنا الان كنصلي ولا ما كنصليوش في جوف الكعبه؟ نصلي ولا ما نصليوش؟ ولكن نصلي ولا ما نصليوش؟ نعاود لهذا السؤال، نصلي ولا ما نصليوش؟ ولكن واش راهي تفتح لنا؟ لا بالله، اذا نصلي ولا ما نصليوش؟ شاء ربك ان تصلي فيه رغم انها زين مغلقه. علاش؟ شاء ربك ان يبقى حجر اسماعيل وهو داخل في الكعبه. لأن العرب لما جددوا بناءها قالوا لا ينبغي أن ندخل فيها مالا حراما قط، فجمعوا المال الحلال فقط، فقالوا إن أنزه البيوت عن الحرام بيت الله. والمال اللي جمعوا يلا كفاهم فاش داروا القاعدة هنا تاع إبراهيم، والقاعدة هنا، والقاعدة كي جاوا باش يوصلوها هنا ما عندهمش فلوس، جدها غيرها. وخلوا هذه اللي داخل الكعبة داروا الحيط، شطوا الحيط المشتول، وشطوا الحيط المشتول، حجر اسماعيل، شتو الحيط؟ هذا داخل في الكعبة. وسيدنا النبي قال لهم ايوه، قال لعائشة يا عائشة لولا خوفي زيد على الأمة وهم حديث عهد بالجاهلية لأعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. خايف، شوف فقه المآلات، فقه المآلات. نخاف نولي نبنيها على القواعد، ندخل ذاك حجر اسماعيل ونجبد الكعبة حتى لهنا وتبنى. خايف وهم حديث عهدهم الجاهلي، واسمه انهم الله يحفظه يستر، واسمه يديروا، واسمه يخاف، واسمه انهم يكفروا. لا كفروا، قول له كيفاش غادي مساله عظيمه ومعظمه عند ربي، ما نبقاوش نلعبوا. لان واحد المره عبد الملك بن مروان اراد ان يعيدها الى قواعد،
فسئل الإمام مالك فقال له يا خليفة المسلمين اتركها كما تركها رسول الله، لا تجعل بيت الله لعبة بيد الصبيان. سيد النبي وخلاها، وانت وين راك غادي؟ انت تفهم خير سيدنا رسول الله؟ زعما قال انا نردها، انا نردو. ولكن شو سيدي العلماء، شو الامام مالك شو قال له؟ يا امير المؤمنين تركها كما هي، خليها معظمة في قلوب الناس، لا يلعب بها الصبيان من الحكام في تاريخ. اذا تقدر تصلي في جوف الكعبة ولا ما تقدرش؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ كل من صلى في حجر إسماعيل فقد صلى في جوف الكعبة. ولكن يا ابن عمي واحد الزحام، ويا ابن عمي واحد الزحام. صليت فيها ولا صليت؟ ما قديتش. في الليل وفي النهار واحد الوقيته ما يخليوكش تمام، واحد الوقيته كيكونوا واقفين في الملبوس ما يخليوش، لكن واحد الوقيته كيفتحوها للناس يصليو. ولكن يا اخي هذاك الشيء بزاف، النساء والرجال والاختلاط والضغط شديد، وخصك غير تصلي وتخرج. وتحت الميزاب، وتحت الميزاب تستجاب الدعاء. تحت الميزاب ما بين، شوف الملتزم اللي هو ما بين الركن اليماني والحجر الاسود، هذا مكان كيكون فيه واسمه، يكون فيه واسمه تعلق باستار الكعبه، دير صدرك وتدعي. لان اعظم هيئه لعباده الله والتذلل لله هو السجود، واعظم من السجود واسمه التعلق باستار الكعبه. قال النبي هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. عقلوا على هذه، أعظم هيئة ديال العبادة لسيد ربي هي تتريب الوجه الحيق به السجود، والسجود واقترب. وأعظم منها زيد التعلق بأستار الكعبة. أما في حجر إسماعيل كاين الميزاب، الميزاب اللي تبقى تصب الشتاء ويبقى يجري، ما تصيبش بلاصتك، بلاصتك ما تصيبهاش، كلهم يديروا راسهم تحت الماء. مستجاب الدعوة عند تحت الميزاب في حجر إسماعيل، بحال راك في جوف الكعبة. لذلك السيد قال لك ما قديش نصلي فيها. إذا الحمد لله الإنسان صلى، الحمد لله. المسألة هذيك بالسيف عليك، كي غادي دير؟ تمشي تما ما تصليش بالسيف، بالسيف غادي تصلي. واخا الدنيا كاع الدنيا، اسمعوني على الكلام. لأن الزحام وذاك الشيء. ولكن كي دار الصلاة تصلي تما؟ كي دار الصلاة؟ كي دار؟ تصلي تولي بحال بحال علامة الاستفهام، تركع هكذا وتقعد يعني فين واقف فين تسجد؟ فين واقف فين تسجد؟ شوفوا لهذا العظمة تاع حرمة ربي، شوفوا لهذا الخير ديال مولانا، شوفوا لها الأرض كيف تقول هنا. راني كندير لك الدرس ونقول لك خصك توسع على روحك وهذو خوتك وما تأذيهمش وكذا وكذا، ولكن لتلك الحرمات يعني جذب غريب، ويعطيك ربي سبحانه عز وجل واحد الشوق يدفعك، فلا تريد أن تحرم نفسك إن شاء الله تعالى من ذلك. ورحم الله ابن عمر، كان ابن عباس يبعد وما يديرش الزحام، وابن عمر كان يدفع يا رب. قالوا له يا ابن عمر، قال لهم ما هو أفئدة الناس؟ تعرفوا ملي تكونوا دايرين رصانكم في توصل إن شاء الله ودير راسك في الحجر الأسود. تعرفوا ذيك الوقيتة شكون أنت؟ شكون تكون أنت؟ شكون تكون أنت؟ قول شكون؟ الوحيد في العالم اللي كتعبد ربي بذيك العبادة. وتعرف ملي تكون دارك في راسك كتولي مالك، حتى واحد ما يقدر يقلع لك راسك. بغات تقلع زوج سوايعك بصح، علاش؟ لانه ما يقدروش. هذه دفع من منا وهذه دفع وانت كي المالك حاضر فوقاش يقدر يدفعوك؟ لا، سبحانك يا ربي، كي توصل تما ودير راسك كتولي مالك ديال العالم. اعبد الخلق هو مالك الخلق بامر الخالق. لقيت تكل على راسك وليت اوه مت، ما متش سلكت، ما سلكتش
غير درك وعاد انت مالك راسك راك مالك تقلع راسك هذا هودوا عليك منا هذا هودوا عليك منا وشوف شكون غادي يوصل تما باش يولي مالك موراك ما انت قال تسلك صحيح ويترفدوك يرفدوك كاع لان اغلب الناس يخرجوا كي يخرجوا كي يخرجوا يخرجوا فوق الناس يطلعوا هذو منا ويطلع ويمشي فوق اذا يستطيع الانسان ان يصلي في جوف الكعبه حينما يصلي في حجر اسماعيل هذه مساله دارها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ان شاء الله تبارك وتعالى اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المفتاح يعني مفتاح تاع وجاء العباس فقال يا رسول الله الحجابه يا رسول الله الحجابه الحجابه يا رسول الله لنا الحجابه يا رسول الحجابه واسم الحجاب الحاجب واسمه الحاجب الحجابه هو اللي مكلف بالمفتاح والسدانه واسمه السدانه ها كسواه وكذا والحجابه والسدانه والرفاده واسمه الرفاده الاطعام كانت قريش كتقسم بيناتها هكذا على حساب القبائل بنو شيبه كانوا عندهم الحجابه بنو شيبه تعرفوا الباب نتاع ابو شيبه في بيت الله الحرم فين جات ما تعرفوش باب بنو شيبه فين جات تعرفوا فين جات باب السلام تاع رب العالمين باب سيد النبي باب بنو شيبه شوفوا الشرف نتاع هذا اللي اعطى لهم ربي المفتاح من دون خلق الله ربي غي جا واختار يعني ان المفتاح يديه بنو شيبه الى يوم القيامه باب السلام تاع سيد ربي باب سيد النبي وحدها باب بنو شيبه عاد يجي عاد الباب ديال بلال والباب ديال ابو بكر وهكذا يعني الابواب ديال العمره ديال الفتح الباب هكذا اذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده العباس قال له المفتاح يا رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ان انزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا او قبلها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله نعم ما يعظكم به النبي قال له لا ريض عثمان بن طلحه اينك يا عثمان قال له ها انا يا رسول الله قال خذها فقد امرني الله من فوق سبع سماوات ان استودعك امانه استودعكهم الله الى يوم القيامه ربي ماشي انا ربي هو اعطاهم المفتاح نتاع بيته يا ربي كل واحد سيد ربي العطاء ديال مولانا سبحانه وتعالى فقال خذها خالدا مخلدا لا ينزعها منكم الا ظالم والعباس يسمع وسيدنا علي يسمع وقد اشرب اشترأبت اعناقهما لكي يحظوا بهذا الشرف لكن سيد ربي الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها الأمانة هي كل شيء لأنه ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ لكن جاءت في البداية على من أنا المفتاح المفتاح أخويا وعلاش هي اسمها الأمانات لأنها أم الأمانات المفتاح نتاع الكعبة اللي كيقصدوه كاع الناس هي أم الأمانات منها تخرج الأمانة منها الأمانة شوف خذها خالدا مخلدا لا ينزعها منكم إلا ظالم إلا ظالم هذه إن شاء الله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنتم تعرفوا بين الأنصار بقوا يوشوشوا بعضهم بعض إيه إنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أهله النبي صلى الله عليه وسلم نخاف راجل 16 يوم 17 يوم طول كأنه إن شاء الله وجد قومه إيه إنه يفكر في الإقامة في مكة إيه لربما لا يعود إلينا إيه كم فعلنا وصنعنا وصنعنا وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم علاش كانوا يقولوا هذاك الشلوى علاش كانوا يقولوا ظنا برسول الله ما معنى ظنا
ما معنى ظنن؟ يظنون به، ما معنى يظنون به؟ أنت تظن بمالك، ما معنى تظن بمالك؟ تبخل به بلا تعطيه. يعني بحال النبي صلى الله عليه وسلم يظن ما يبغيوش يخرج عليهم. خايفين سيد النبي يخرج عليهم ويسمح فيهم. ولكن ينزل الله جبريل والنبي في خضم الفتح على رسوله فيقول: أدرك أصحابك الأنصار وطمئنهم. وهم ما زالوا يهضروا ويشوشوا بعضهم، فيخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيفاجئهم. الوحي ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم مازال ما وصل حتى شي خبر، وراه لاهي مع المسائل ديال الفتح، وسيدي ربي يخبره يقول له: انت راك لاهي مع الفتح وكتقوم بهذه الاعمال الجليله وقد استغرقتك اعمال الفتح، لكن اصحابك من الانصار قلوبهم تنزف يخشون وانت تطيل المكوث في هذا ان يسيء الظن، وهم يقولون انك انما وجدت اهلك ولربما استاثروا بك اهلك، وحنا يا خليتنا واويناك وحنا ما نقدرش على هالشيء، قلوبنا ما تقدرش. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الانصار، واجتمعوا. ماذا تقولون يا معاشر الانصار؟ قلتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد اهله ويفكر في ان يمكث معهم ويستقر في مكه. ما عرفتمنيش انتم يا الانصار. المحيا محياكم والممات مماتكم. لا تظنوا ابدا برسول الله الظنون، انما مكثنا هنا لاعمال وجب ان نمكث من اجل تحقيقها، ولا نريد ان نغادر مكه هكذا دون ان نثبت قواعد العدل في مكه. ما لكم؟ فتباكى الأنصار حتى خضلت لحاهم حينما أنزل الله من السماء وقد سمعهم الله وأخبر جبريل النبي ولم يصله هذا الخبر عن طريقهم أو طريق بشر من البشر، فبكوا حتى خضلت لحاهم ويقول: يا رسول، ظنا بك يا رسول الله، أي أننا مقدناش لا نحتمل فراقك، ألسنا نحن الذي استقبلناك؟ ألسنا نحن الذين آويناك؟ أليس نحن الذين نصرناك؟ نحن أنت عندنا خير من الدنيا وما فيها. فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو المحبة نتاع سيدي؟ والله إن المدينة لحد الآن أرض أرض مالها كتستشعر إن شاء الله تعالى هذا الخيط نتاع الحنان والحب والرحمة لحد الآن، لأن جيران سيد النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة شكل جيران سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما نطولش إن شاء الله تبارك، نمشيو للمسألة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعد ذلك بإرسال الصحابة لتكسير الأصنام خارج مكة كما علمتم، فأرسل عمرو بن العاص وأرسل سيدنا خالد بن الوليد تكسير الأصنام في الجزيرة حتى تدين الجزيرة كلها لدين واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون الجزيرة منطلقا لدين واحد، فلا يخالطها دين آخر قط أبدا أبدا أبدا. وغادي يجي السنة التاسعة وما يبقاش مشرك يدور تما، فيخيره النبي بعد 4 أشهر: إما أن تسلم وإما وحدة من الزوج، اخرج او ليس لك معنا الا السيف. اذا هو الان بدا يطهرها باش بالشرك ان شاء الله والحجر وذاك الشيء، ومن بعد ان شاء الله تعالى غادي يجي تطهيرها من المشركين بذاتهم. الان طهرها باش بالاصنام، طهر مكه والكعبه وطهر زيد كل هذه الاصنام التي كانت تعبد في شبه جزيرة العرب، في الحجاز، في نجد، في مكة، المناطق، المدينة، المناطق، طهرها النبي عليه الصلاة والسلام. بقي عاد هنا واحد شي حاجة نخليه إن شاء الله، نخليه هذا الحلقة أخيرة يعني ديال الدروس، لأن بقي عاد شوية ما غاديش نكملهم إن شاء الله تعالى، نتركها في آخر درس إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء.
في الأسبوع القادم وآخر درس يا رب إن شاء الله في الدروس المتعلقة بمكة. وعلاش كنعاودوا هذه الدروس؟ علاش؟ باش ترسخ في الأذهان ديالكم إن شاء الله تبارك وتعالى زين هذا الحدث نتاع مكة. في الأول كنا نستردوا فقط يعني الأحداث، والآن نراجعها حدثا حدثا ونستفيد من كل الأحداث من الناحية التربوية والإيمانية والفقهية والتعليمية. من هذا الشيء إن شاء الله تعالى نخليه إن شاء الله تبارك وتعالى لما يستقبل